السلام عليكم الحلقات. اليوم وصفتنا جديده ومليئه بالالوان، وانا متاكده ان وليداتكم مني غادي يذوقوها غتولي من الوصفات المعتاده في المطبخ ديالكم. عندي لك جوج حوايج، شي وسهله وفرصه لربح هديه رائعه في هذه الحلقه. تفرجي شاركي وبارطاجي باش تحاولي تربحي وتقدري تكوني انت هي طوب حلقه الفائزه لهذا الاسبوع. هاد الشهيوة هي الدونوت. باش نوجدو هاد الشهيوة غادي نحتاجو 140 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الفينو، 100 غرام ديال السكر كراسي، 4 صفار البيض، 90 مليلتر من الماء الدافئ، 23 غرام ديال خميرة الخبز، 20 مليلتر ديال الحليب، 30 غرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ملح، 15 غرام سكر سنيدة، 3 المعالق كبار ديال ماء الزهر، 2 أكياس سكر فانيليا إيديال، 2 أكياس بودرة كاكاو إيديال. ونخليكم مع ملخص المقادير على الشاشة. ندوزو للتحضير. في إناء نديرو الماء دافي وندوبو فيه 3 غرام ديال الخميرة ونزيدو الفرص ونخلطو العجين مزيان ونغطيو ونخليو حتى يدوبل الحجم ديالها وتولي بهذا الشكل. ناخدو زلافة العجانة ونديرو فيها العجينة اللي خمرات، نزيدو عليها صفر البيض الحليب الفينو الملح الزبدة 20 غرام ديال الخميرة سكر سنيدة سكر فانيليا إيديال ونعجنو الكل من 8 حتى 10 دقائق. من بعد ندهنو إناء بالزيت باش ما تلصقش لينا فيه العجينة ونحطوها فيه ونغطوها ببلاستيك غذائي ونخلوها تخمر حتى يدوبل الحجم ديالها. ندهنوا طاولة العمل بالزيت ونقسموا العجينة على 12 قطع ونكوروهم بهذه الطريقة نغطيوهم ونخليوهم يرتاحوا شوية. نصيحتي لكم نقطعوا ورق الفرن على شكل مربعات ديال 12 سنتيمتر باش تحطوا فوق منهم لي دونات، منين تبغيو تقليوهم كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. ندردرو شويه الدقيق على سطح العمل ونبداو نرقوا الكويرات شويه بصبعنا ومن بعد نبسطوهم باستعمال المدلك ونحطوهم فوق مربعات اللي قطعنا من ورق الفرن. دابا ناخذ قطعة دائرية بقطر 2 سنتيمتر تقريبا ندوزوها في الدقيق ومن بعد نتقبو بها لي دونات ديالنا من الوسط. نغطيوهم ونخليوهم يخمروا. ها هما لي دونات ديالنا بعد ما خمروا، غادي نبداو نقليوهم في زيت سخونة. ونصيحتي لكم هو ان تبداو بالقطع الصغيره هي الاولى باش تتاكدوا من درجه حراره الزيت واش ملائمه ولا لا.
دابا نقليو لي دوناتس ديالنا، غادي نحطوهم بورق الفرن في المقلاه عاد نزولوه ونبقاو نقلبوهم باستمرار باش كيطلعوا مقادين من جويه بجوج وكيتحمروا بشكل متساوي من جناب بجوج. نخلطوا فيه سكر غلاس مع بودرة الكاكاو إيديال نخلطوهم مزيان ونزيدوا عليهم معلقة ماء الزهر معلقة بمعلقة حتى يوجد لنا الغلاساج. ناخذ القطع الصغيره ديال الدونات نغطسوهم في سكر سنيده، اما لي دونات الكبار غادي نغطسوهم في الكلاصاج ديال الشوكولات وندردرو عليهم الفيرميسيل ملون من الفوق. ها هما واجدين، ما تتخيلوش شحال كيجيو خفاف وبصحة والراحة. نرجعوا للمسابقة ديالنا، باش تحاولوا تربحوا الهدية ديال هاد الأسبوع جاوبوا على السؤال اللي في الرابط على الفيديو، على شحال من قطعة قسمنا عجين لي دوناتس؟ 6 القطع، 10 القطع، أو 12 قطعة؟ كنتمناو نكونوا خفافين عليكم، طبقوا الوصفات اللي كنشاركوكم. ما تنسوش انه اشياء بسيطه يمكن لكم تدخلوا الفرحه على قلوب الناس اللي دايرين بيكم. وما تنسوش تزوروا موقع قناتكم توب حقه وتتابعونا على فيسبوك انستغرام ويوتيوب.